ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. موضوعنا النهارده عن التفاح. تمام، هعرفك ازاي تزرع التفاح من البذره بتاعته بطريقتين، وكل طريقه مختلفه عن التانيه، وكل طريقه مميزه في حاجه معينه. تمام، دلوقتي انت هتجيب التفاحه وتاكلها بالهنا والشفا. تمام، هتفضل منك البذور. انت المفروض لو انت بتحب انك تزرع، بدل ما تروح تشتري شتل التفاح من بره اقل حاجة هتجيبها ب50 جنيه، النهاردة انا هعرفك ازاي تزرعها من البذرة اللي انت بترميها. الطريقة الاولى هي اللي بنسميها انبات خارجي. تمام، دي الحاجات اللي احنا بنحتاجها فيها بذور التفاح، اللي هي دي بعد ما بناكل التفاح اهي دي. تمام، وطبق مية زي ده، وبنحتاج منديل زي دوت. تمام، المنديل اول حاجة المنديل ده بننزله كده، بنبله مية. تمام، بعد ما بيتبل مية كده اهو، بنسيبه يتصفى ثانية واحدة، وبعد كده بنروح حاطينه كده وحاطين عليه البذور. تمام، بعد ما بنحط البذور بنروح مطبقين المنديل ده كده اهو. بعد كده بنجيب كيس او علبة بلاستيك وتكون شفافة اهم حاجة، او كيس شفاف زي دوت، بنروح مدخلين فيه البذور كده، وطبعا بنربطه عشان ما يدخلهاش هوا كده. بعد ما بنربط الكيس بنسيبهم في مكان على جو الغرفة العادية، بس مكان يكون بيدخله إضاءة، والبذور بتكون جاهزة وبتنبت في خلال أسبوع أو 10 أيام. بعد ما استنينا أسبوع أو 10 أيام هنجيب الكيس ونفتحه ونبدأ نشوف ايه اللي حصل. تمام، ادي البذور اللي نبتت. في بذور هتلاقيها نبتت وبذور هتلاقيها لسه، لان في حاجه اسمها تفاوت في الانبات بتحصل في التفاح وفي بعض في بعض النباتات التانية اهي. شايفين هتلاقوها نبتت كده اهو. تمام اهو، تمام. بعد ما نبتت هنروح عاملين ايه بقى؟ اول حاجة هنجيب تربة، وهنجيب القصيص اللي احنا هنزرع فيه او اي علبة عندك في البيت، وهتروح جايب التربة دي ترويها مية الاول. تمام، ترويها مية وتسيبها بتاع ساعتين كده لحد ما المية تنزل. بس اهم حاجة انك هتعمل نظام صرف، ان هو ايه، بمسمار كده او بسكينة، وهتروح مخرم الازازة كده من تحت، هتروح مخرم اللي هو الحاجة اللي انت هتزرع فيها دي من تحت عشان المية ما تركنش ويبقى فيه صرف. تمام، بعد الساعتين دول هتبدأ تجيب انت الطينة اللي هي انت عاملها في قصيص او اي حاجة زي كده، وبعود كبريت او اي حاجة، وتروح عامل خارمها خرم صغير كده اهو، وتحط دي من تحت، والبذرة اللي فاضلة دي من فوق، لان ده الورق ودي الجذور الاولية اللي هي بتاعت النبات. تمام، هتروح انت ايه زرعها في التربة دي من تحت والبذرة من فوق، عشان في ناس بتغلط وبتروح زرعاها كده اهو ما بتنبتش، لان انت حطيت الجذور من فوق. تمام، هوريكو دلوقتي بعد ما نزرعها ب5 ايام بالظبط هتبقى شكلها ازاي. بعد ما استنينا من 5 ايام لحد اسبوع هنشوف نبات التفاح اللي احنا زرعناه قبل كده ايه نظامه. يلا كده ايه نشوف، دي اللي احنا زرعناها مع بعض. تمام، ومميزات الطريقة دي ايه بقى؟ انها بتخلي البذور يعني نسبة الانبات فيها بتكون عالية،
لان المنديل دوت بيوفر الرطوبه المطلوبه للنبات عشان ينمو بشكل كويس، وكمان التربه لان احنا ممكن نزرع ونروح زين التربه كتير فالبذور بتعفن، لكن انك انت تزرعها في المنديل ده هو بيبقى انت بتحط النبات في التربه بيبقى بقاله 10 15 يوم. تمام، وده شكل النبات زي ما انتوا شايفينه اهو، ده التفاح. تمام، دي بعد ما استنينا بالظبط 5 ايام. تمام، بس في ملحوظة يا شباب، يا ريت مش بعد ما نروح زارعين التفاح في التربة نعرضه للشمس، لا ده بيفضل المفروض تسيبه في حت في تحت شعب اللي هو في ضوء نور بس مش في الشمس، بيتعرض للشمس تدريجي، يعني ممكن في اليوم تعرضه للشمس المباشرة نص ساعة كده، وكل يوم تزيد شوية لحد ما يتأقلم مع الطريقة دي، يتأقلم مع الشمس وبعد كده تطلعه براحتك. ويفضل أصلا إن هو ما يتعرضش للشمس إلا لما يصل اللي هو ارتفاع النبات ده 50 60 سنتي، بعد كده تطلعه للشمس. دي الطريقة الأولى اللي قلناها. ندخل في الطريقة التانية. تمام يا شباب، زي ما اتفقنا ان احنا هندخل في الطريقة التانية، والطريقة التانية اللي هي بتزرع في الارض المباشرة، بتجيب البذور اللي هي زي دي وبتجيب اللي هي علبة اللي انت هتزرع فيها او الاستيس اللي انت عايز تزرع فيه، وبتجيب فيه تربة. تمام، لو متوفر عندك كومبوست يبقى يا ريت، ولو مش متوفر انا شرح قبل كده ازاي تعمله، ولو مش حابب تعمل كومبوست براحتك، في ممكن ان انت تزرع في التربة المباشرة. تمام، هتجيب التربة المباشرة وتحطها في القسيس او في العلبة اللي انت هتزرع فيها، وترشها مية وتستنى عليها 5 ساعات لحد ما الارض تشد شوية، وبعد كده هتجيب البذور وهتمسك البذرة دي، السن ده هو سن البذور، ده السن هيكون من تحت. تمام، والبذرة نفسها هتبقى لفوق. تمام، ليه بقى؟ لأن الجذور الأولية هي اللي بتخرج الأول، فلازم السن يكون تحت عشان الجذور تنزل في التربة فتطلع لك ورق. تمام، بعد كده هتروح مش هتسقي، بعد ما تزرعها في التربة اللي هي كانت مرشوشة مية بقالها 5 ساعات، مش هتسقيها مية، هتحطها في مكان يعني ممكن جو الغرفة العادي يناسب كده. تمام، تحطها في أي مكان يكون فيه إضاءة وتسيبها، هتلاقيها بعد 20 يوم نبتت معاك. تمام، وهوريكم النبات بتاعها إن شاء الله لما تنبت. وزي ما اتفقنا يا شباب إن احنا هنشوف البذور اللي هي زرعناها في الأرض في التربة المباشرة بعد ما تنبت، وأنا هوريها لكم دلوقتي. دي اللي هي نبتت بطريقة اللي هو تتزرع في التربة المباشرة. تمام، طبعا بالنسبة اللي احنا زرعناها عملنا لها انبات خارجي في المنديل، هتكون دي حجمها صغير لان دي زرعة في التربة المباشرة، وانا هوريكم الاتنين دلوقتي وانتوا تقارنوا بنفسكم. دي اللي نبتت في المنديل دي، ودي اللي نبتت في التربة المباشرة. طبعا انتوا شايفين انهي فيهم اكبر من التانية، مع ان اللي نبتناها انبات خارجي دي بقالها فترة اقل من اللي احنا نبتناها في التربة المباشرة، يعني دي بقالها بالظبط 20 يوم، دي بقالها على الشكل ده هو شهر. تمام، متشكرين يا شباب على المتابعة، ونشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله. ولو حد فيكم محتاج ان انا اتكلم عن حاجة معينة ياريت يقولها في الوصف او في التعليق، وانا هتكلم عنها دايما.